هبة، محمود يا أجنبي، محمود يا أجنبي. هو أنت كنت بتنادي يا أم عظيمة؟ أنت كنت بتعمل إيه مع البنت يا محمود يا أجنبي؟ ولا حاجة يا أم عظيمة، يعني أكون هو كان في كتاف فوقع على الأرض، فأنا اديته لها لو محتاجة أي خدمة كنت أعملها. محمود، أنت زي ابني، بس في حاجة مهمة عاوزك تعرفها. زعلي وحش قوي قوي قوي، واللي يجي عليا أو على حد من بناتي ما بيسلمش. إيه اللي أنت بتقوله ده يا عم عظيم؟ ده أنت الكبير بتاعي وكبير المنطقة كلها، ده أنا أموت كده قبل ما حد يستجري يمسك بحاجة. والله ما تفهمني غلط يا عم عظيم، ربنا يعلم أنا بعزك زي أبويا يمكن أكتر كمان. اللي يعزني يا محمود يصني. تعيني يا عم عظيم. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا عسل؟ انا قلت برضو انك هتحن يا جميل. يا شيخ اتنايا، هو انت دماغك بس في الحاجات دي يا سيد؟ امسك. ايه ده، لب؟ لا دهب. ايه ده، دهب؟ انت ايه ده، انت نويتي تشبكيني ولا ايه وزه؟ خلاص بقولك ايه، اصلا ايه هتعرف تبيعهم ولا لا؟ طب ما تبيعهمش انت ليه؟ حاولت يا اخويا ما عرفتش، كلهم عايزين فواتير. وانت ما معكيش فاتوره؟ لا ما معيش. يبقوا مبلولين يا حلوه. يعني ايه مبلولين؟ يعني مسروقين. لو النعمه دول بتوع صاحبتي، بس هي مش لاقيه فواتيرها. صاحبتك بتلبس دهب عيار 24؟ ده انت كبيرك تعرفي واحده واخده 24 عيار في دماغها. بقول لك ايه، اخلص، هتعرف تبيعهم ولا اشوف حد غيرك؟ طب ودول بقى عايزه فيهم كام؟ على ساعه. طب وانا نسبتي فيهم كام؟ كل يا اخويا ما تعلى بالسعر كل ما نسبتك تزيد، انت وشطرت. ايوه بس خلي بالك، انا هبيعهم على انهم مبلولين، يعني هيتباعوا بالرخيص. لا يا حبيبي، نشفوا خلاص وبيعهم بعلى سعر. ماشي، سيبيهم معايا كده كام يوم يا وزه، وانا ان شاء الله اشوف الخبز سرخه ان شاء الله. اسيب ايه؟ تعالى هنا وريه. ها دلوقتي هبيعهم ورجلي على رجلي. يلا العين دهبي مع حرامي. ايه يلا وريه. امشي يا وزه، انت بتعيريني بوظيفتي. يعني ده اخر كلام عندك؟ اخر ومات الكلام. انت كمان موت الكلام يا راجل، اتكسف على دمك، ده دهب عيار 24. تزعليش يا ست الكل، انا عارف ان الدهب غالي قوي على صاحبته، بس ولا يهمك، الدهب بيروح ويجي. سيبك منها يا ويليام وركز معايا انا. ها ركز يا سيد، مش كفايه انك هتبيعها دهبها عشان تفك زنقتك؟ اخلص يا ويليام وما تستعبطش. سيد انا ما بشيش ده من غير فاتوره. طب هزهم شويه. صدقني ده اخري. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الذهب بيتعوض، اما في ناس اغلى من الذهب ما تتعوضش. وبعدين معاك بقى. لا بقول لك ايه، اذا كنت فاكر نفسك هتخوفنا بشعرك ده تبقى غلطان. اخلص يا ويليام وبلاش لدت وعدل. وقت ما تعوزي تبيعي او تشتري ذهب انا تحت امرك، انت بيت زبونتي ومن غير فاتوره الامر. تسلم يا عم ويلي. سيد حافظ عليها، معاك ست زي العسل تسوي تقولها ذهب. والنبي انت اللي عسل يا عم ويلي. طب يلا يا عسل يلا، وانت خليك في حالك، خليك في حالك مالكش دعوه. سلام يا عسل. باي باي يا عم ويلي. باي باي يا حبعتي عليك. مستنيك يا قمر. بابا، هو في حاجة مزعلك؟ لا أبدا يا بنتي، بس أنا من يوم موت أمكم الله يرحمها، وأنا قررت أكون أمكم وأبوكم في نفس الوقت، وقلت أربيكم تربية كويسة، وزي ما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول. عليه الصلاة والسلام، إذا ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بثلاث بنات ويربيهم تربية كويسة بيكونوا سبب في دخول الجنة. ولا أنتم مش عاوزين أبوكم يخش الجنة؟ بابا أنا بقيت كويسة،
ما تشيلش هم، الدواء الاخير ده بدات ترتاح عليه. الحمد لله يا بنتي. يخرب بيت بيتي اللي زعلك يا بابا. هو في حد مننا مزعلك يا بابا؟ يا بنتي انا عمري ما ازعل منكم ابدا، انا بس بزعل عليكم. ايه يا هبه، مش هتاكلي ولا ايه؟ عماله تشربي ميه، هتقربها ميه كتير وتملي بطنك من غير ما تاكلي. لا يا بابا، انا بس عطشانه بس شويه وشويه وهاكل على طول. هاكل. هي هبه دايما كده، اول ما حضرتك تقوم هتخلص على السفره دي كلها. هي على طول كده مخلص اكلنا كله. ايه يا بنات، ما تخليكم قاعده بخير. ايه في ايه؟ يلا يلا يا هبه، يلا يلا يلا، كله يلا اتعشى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بالهنا والشفا. كلي يا هبه كلي. خد يا بنت فلوس الذهب بتاعك. شاطره يا بنت يا وزه، كام دول؟ لا كتير، ما تعديش عشان بركتهم. ماشي. ويا اختي لو عايزه تبيعي حاجه من الحاجات اللي هلت عليكي جديده دي ابقي قولي لي. خمسه في وشك وفي عيني. ظبطي يا بنت حته دين جواهرجي بياخد كل حاجه من غير فواتير. يا بسم الله ما شاء الله، اتعلمتي اختي السجاري؟ مالها قاعده اتفرج زي خيبتها كده عليكم وانتوا بتشتروا؟ ما انت يا اختي اللي مش عايزه تتدردح. يا بنت ده انت حلوه زي القمر. سوق الحلاوه جبر. جبر ايه بس يا هبله، انت بس اللي مش عارفه تنزلي السوق. ايه سوق ابيع نفسي ولا ايه؟ لا يا هبله، يا ساتر يا رب على الغباوه، تبيعي الحلاوه. ايوه فهمتي. يلا على سيرة الحلاوة، أنا عايزة أروح للكوافير. وإيه علاقتي بقى الكوافير بالحلاوة؟ طب دي بقى يتقال لها إيه؟ إيه علاقة الكوافير بالحلاوة؟ دي علاقة لا مؤاخذة ماشيين مع بعض بطال. بطلتي تمقلسي عليا أنت وهي. هاتي يا بنت نفس. يا بنت هاتي ما تسفيش السيجارة كلها لوحدك. يا فراشي. يا بنت دي دخانة كله طار على الهواء. وعلمناها الشحاتة. حلاوة السيجارة دي يا بنت يا وزة، بقولك ايه، معاكيش منها محشي؟ محشي كرومب ولا ايه؟ ما شاء الله كمل كده. يا يما يلا قوموا بينا، يلا يلا يلا. عيان يا اختي، ضهري 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 ضهري. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الفلوس حلوة قوي يا ولاد، بس لو تقولي لي ايه الهبو اللي في وشك ده؟ النبي يا اختي، ما انا عارفة الشكمان اللي فتحوه في وشي ده. بس يا منيلة منك ليها، لا يقولوا علينا عمرنا ما جينا اماكن زي دي. لا يا اختي، انا عملت كل الحاجات دي كلها يوم فرحي، بس الشكمان ده اول مره بصراحه. ابتديت ادمنه. ايه رايك يا رشا، مبسوطه؟ اه مبسوطه قوي يا توحه. حد هيعمل سويت؟ نعم يا اختي. ايه يا اختي اللي بتاع اللي انت قلتيه ده؟ يعني بتقول لك حد هيعمل حلاوه؟ ايه يا هو يعني ايه سويت يا توحه؟ ولا حاجة. لا يا اختي محدش هيعمل حاجة. امشي امشي. حد يجيب يا دوحة البنت الصغيرة معانا، كلام كبار كلام كبار عليها. امشي يا اختي. لا لا مش هنعمل مش يعني هنعمل. مفيش حد فيكم هيعمل؟ لا ما قالت لك محدش هيعمل ده الا مضى، دي البنت اللي مضى قوي. هاي يا جو، ازيك؟ ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ تمام انت ازيك؟ مين البنات دول؟ اول مرة شرفوني. طب بقول لك ايه؟ فدان سلوك بتسلمها وبتقول لك احنا اخدنا بيت حلو قوي ومحتاجين شوية بنات كتيرة كده عشان البيت يشتغل حلو. وبعدين انت جو كده اليومين دول نايم في الخط، وده ما ينفعش. انت عارفة الموضوع مش بالسهل، وبعدين انا لازم امتحن السلوك قبل ما احلق، وكمان اعرف الرفقة. يا اخويا ما هو اكتر من هم على القلب، الحياة المتضرعة اللي هربانة من اهلها. واللي بيحب الفلوس. هو في ست في الدنيا ما بتحبش الفلوس؟ عن قصدي. يلا.